في بعض الأحيان أنا ما أقلقني طريقة وصول والاحتفالات بوصول إبراهيم دياز وما شاهدته في المطار والإعلام المتواجد بطريقة غير عادية إن صح التعبير. ما يقلقني في بعض الأحيان لاعب يأتي الانسجام الموجود داخل المنتخب الذي وصل من خلال المنتخب المغربي نصف نهائي كأس العالم ممكن يأثر عليه إبراهيم دياز، يعني كل لاعب نجم، حكيمي نجم في باريس سان جيرمان، لماذا يقع هذا لإبراهيم دياز؟ تشعر في بعض الأحيان تصير حتى نوع من الغيرة، الأجواء تبقى غير صافية، لهذا من الآن يجب أن نقول كل الأفكار الحقيقة حتى تكون الأمور واضحة. وانتوما التوانسة عندكم عهد الأفكار هذه اللي مخشية في راسكم بأنه عتكون الغيرة وعيكونوا مشاكل ولاعب واحد غادي يأثر على المجموعة وعلى الانسجام وعلى صافي، هانتوما دوي الافكار اللي عندكم نتوما في الراس الاعلام التونسي، ما بالكش بان هذه تقدر تكون اضافه قويه للمنتخب المغربي انه جاب لاعب عالمي واستقبلوا استقبال في المستوى اللي خليه يدخل بسرعه في المجموعه ويعطي كل ما عنده لصالح المنتخب المغربي. عندكم على الافكار السيئه في الراس، ما عندكمش افكار ايجابيه. لا احنا درنا له استقبال رسمي، لا احنا درنا له استقبال كنا مبرمجنه، فقط مش الاعلام كيصور لحظه وصول لاعب كيلعب في ريال مدريد على مستوى عالي ونكبروا بولدنا بما انه اختارنا على منتخب اسبانيا، منتخب اللي كنتو تقولوا مستحيل انه يخليه ويجي عندنا. راه خرج مدرب اسبانيا واكد بانه كان غادي يكون في المجموعه، لكن ابراهيم دياز قال لهم لا سوف اكون مع المنتخب المغربي. من الواجب اننا نكبروا بولد بلادنا، اصلا ما درنا حتى شي حاجه اللي خارقه للعاده واللي انت حاول تصور بانه استقبال عالمي واستقبال رسمي، مع العلم انه ما كانش استقبال رسمي. قال لك لا ضروري نهضروا على جميع الافكار على فكره وحده، فكره خبيثه عندكم في الراس كتفكروا في السلبيات، الايجابيات كاع ما كتفكروا فيها. راه كيف ما هذه الفكره اللي حطيتيها انت كيف ما فكره ايجابيه انه غادي يعجبوا الحال هذا الاستقبال وكيفاش كبرنا به وكيفاش حطيناه في المكانه اللي كيستحقها كلاعب يلعب لصالح نادي ريال مدريد باش ينصهر في المجموعه ويدخل في المجموعه وينسجم بشكل سريع ويعطي كل ما عنده لصالح المنتخب المغربي. لا حول ولا قوه الا بالله، افكار تونسيه هي هذه، ودغيا شبهوا باللاعب التونسي ديالهم المجبري حتى حنا درنا له فعلنا له ايوا فين هو دابا، دغيا تقارن شي دياز بالمجبري. الله يهديكم التوانسه، هادشي اللي غادي نقول لكم. الله يهديكم. فسمعوا الرد ديال محمد المغودي كيفاش رد عليه واكد بانه لم يكن استقبال رسمي، فقط الاعلام وبعض المغاربه مشاو كيرحبوا بلاعب ريال مدريد ابراهيم دياز واللي كيبان بانه فرحان بالقدوم ديالو للمنتخب المغربي. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلينا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. انتهت القصة وكتبت آخر الصفحات وعنونت بإبراهيم دياز أسد أطلسي جديد بألوان مغربية خالصة، هو اختيار نهائي وحاسم سيجعر الجماهير المغربية أمام حدث مهم في التوقف الدولي الحالي لملاوى النخبة الوطنية تزينت بنجم جديد خطف الأضواء بألوان العملاق ريال مدريد في مختلف ملاعب العالم. أولى صفحات القصة عنوانها موهبة رأت النور في الثالث من غص سنة 1999 في مدينة مالاغا من أب مغربي وأم إسبانية. بداية إبراهيم الفعلية مع عالم المستديرة كانت مع فريق صغار نادي مالاغا، لكنه لم يعمر طويلا بسبب إمكانياته المتميزة ليفرض موهبته على نادي مانشستر سيتي الذي ضمه إلى صفوفه عام 2014. واستطاع دياز التدرج في الفئات السنية للفريق الإنجليزي حتى وصل للفريق الأول، غير أنه لم يحظى بالفرصة لكي يبرز قدراته الكروية ليبدأ في البحث عن وجهة جديدة. صفحة أخرى لكن بتفاصيل مثيرة هذه المرة، ففي ظل عدم منح بيب غوارديولا مدرب السيتي الفرصة لدياز للعب في الفريق الأول، فضل اللاعب خوض تجربة جديدة، والكل حينها توقع أنه سينتقل إلى ناد أقل من الفريق الإنجليزي، لكن المفاجأة حدثت عندما تواصل العملاق الإسباني ريال مدريد مع محيط اللاعب الذي لم يتردد في قبول العرض. عرض تاريخي وقميص يعد حلما لجميع اللاعبين، كلها معطيات تحققت للاعب شاب وعاشق للمستديرة يوم 6 يناير عام 2019 في صفقة قدرت حينها بحوالي 17 مليون يورو، لكن هذه المرة واجهته صعوبة أخرى هي فرض إمكانياته أمام النجوم الذي يضمهم الفريق، ليضطر لتغيير الأجواء ما عجل بانتقاله إلى عملاق آخر في إيطاليا، والحديث هنا عن نادي ميلان الذي كان بمثابة قبلة الحياة للاعب. فبعد المستويات الرائعة
الرائعة التي قدمها بألوان الروسونيري فرض مرة أخرى نفسه على النادي الملكي الذي أعاده ليضحى ورقة رابحة للمدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي هذه السنة. صفحة كانت كافية لبدء صراع مغربي إسباني حول اللاعب وجنسيته الرياضية، لكن في الأخير قلبه وعقله كان مع الأسود، مؤكدا في جل خرجاته الإعلامية أن ملحمة جيل الرقراقي في مونديال قطر أحس من خلالها أنه معني بذلك، مشيرا إلى رغبته الكبيرة في تقديم الإضافة للنخبة الوطنية وكتابة التاريخ بالقميص المغربي. سأبدأ مباشرة بالمغرب لأنه تحدثنا سابقا في إبراهيم دياز وكنا سعداء جدا، والأستاذ محمد ماغودي أكد على قيمة إبراهيم دياز وأكد أنه سيكون في قائمة المنتخب المغربي، وهذا ما حصل بالنسبة للاعب ريال مدريد الإسباني. ولكن الحقيقة أستاذ محمد الماغودي ما يقلقني الحقيقة أنه في بعض الأحيان ما أقلقني طريقة وصول والاحتفالات بوصول إبراهيم دياز وما شاهدته في المطار والإعلام المتواجد بطريقة غير عادية إن صح التعبير. ما يقلقني في بعض الأحيان لاعب يأتي الانسجام الموجود داخل المنتخب الذي وصل من خلال المنتخب المغربي نصف نهائي كأس العالم ممكن يأثر عليه إبراهيم دياز، يعني كل لاعب نجم، حكيمي نجم في باريس سان جيرمان، لماذا يقع هذا لإبراهيم دياز؟ تشعر في بعض الأحيان تصير حتى نوع من الغيرة، الأجواء تبقى غير صافية. لهذا من الآن يجب أن نقول كل الأفكار الحقيقة حتى تكون الأمور واضحة. نحن نشكر دائما ولكن لازم أيضا نظهر المعطيات اللي ممكن تضرر منها المنتخب التونسي في فترة من الفترات، ولو أنه ليس لاعب بنفس الحجم. أنا نذكر حنا بعد المجبري لما وصل لتونس تشعر أنه فتح الأندلس وبعدين ما في ولا شيء. وعزيزي الكريم دعني أقول لك أنه لم يكن حاضرا لا رئيس الجامعة ولا الناخب الوطني في هذا اللقاء، يعني استقبل من طرف وسائل الإعلام. طبيعي جدا أن كلها تبحث عن البوز، وهذا واضح جدا أمام تعدد وسائل الإعلام. أنا أعتقد أن هذا الأمر غير مؤثر بالمرة. ما تبقى كان مواطنين عاديين يتواجدون بالمطار، يعني لم يكن هناك استقبال رسمي شعبي أو كما نقول أنه استقبال منظم، وبالتالي أن حضوره كان عاديا جدا على مستوى الاستقبال. تأثيره داخل المجموعة أنا أعتقد هذه مسؤولية الناخب الوطني، إذا لم يكن قادرا على خلق هذا الانسجام والحفاظ على هذه الجماعة والمجموعة أنا أعتقد بأنها مسؤولية الناخب الوطني. شخصيا أنا أقول لا تأثير على المجموعة بالمطلق طالما أن لم يكن هناك استقبال رسمي أو شعبي منظم، ولكن أقول أيضا أنها فيها إضافة كبيرة وكبيرة جدا على مستوى سمعة كرة القدم الوطنية، فيها أيضا إشارة كبيرة أيضا للأجيال القادمة أن دياز بهذه القيمة ومع ذلك فضل قميص الفريق الوطني المغربي. أنا أعتقد درجة الربح هي أكبر من درجة الخسارة داخل تواجد دياز اليوم بالمطار، خاصة في غياب رئيس الجامعة وفي غياب وليد الرقراقي. شخصيا أعتقد أن الأمر كان بأفضل طريقة التي كانت فيها البساطة وفيها السلاسة. أما الإعلام هذا قدرنا، الإعلام بالمغرب أصبح متكاثر، كل واحد يحمل بونجا يصبح إعلاما، كل واحد يحمل هاتف يصبح إعلاما. أنا أعتقد إذا كان هناك من مسؤولية يجب أن تتحمله على مستوى تنظيم الإعلام في المغرب، وهذه مسؤولية ليست مسؤولية دياز، ليست مسؤولية وليد، ليست مسؤولية فوزي القجاع، وإنما مسؤولية المسؤولين على الإعلام الرياضي بالمغرب. واضح، ونحن نثمن أيضا وجود إبراهيم دياز في المغرب لأنه ليس من السهل أن يقع اختيار على منتخب عربي على حساب منتخب أوروبي سابقا فاز بكأس العالم وكأس أوروبا لكرة القدم، وتحمل ضغط أيضا نادي ريال مدريد الإسباني الذي يعتبر من أكبر الأندية الإسبانية. ولكن فقط يجب أن نحذر حتى تبقى الأمور في إطارها وينصهر إبراهيم دياز كما يجب في مجموعة وليد الرقراقي. نمشي لك ربيع، أيضا لفت انتباهي وجود رحيمي لأنه رحيمي تذكر شاهدنا مع بعض مباراة العين الإماراتي والفريق النصر، الحقيقة كان رحيمي مميز جدا، كان من أفضل اللاعبين في الشامبيونز ليج الآسيوي. والله أن تأتي متأخرا خير من أن تتخلف، مقولة تنطبق على رحيمي، لكن أنت تفاجأت، أنا لم أتفاجأ، لأنه في رأيي الشخصي المنادات على رحيمي لما وقع في كأس في أمم إفريقيا بالنسبة للمنتخب والخروج المبكر، لأنه أنا بالنسبة لرحيمي كان المفروض يكون متواجد في كأس العالم هذا أقصى تقدير مع المجموعة التي كانت متواجدة، عكس ممكن بعض الأسماء اللي كانت موجودة اليوم لا نشاهدها. زلزولي أعطيت له الفرصة في كذا مرة
مع أنه لاعب شاب كان ممكن أنه يكون متواجد مع المنتخب الأولمبي وتجهيزه لمنتخب الكبار، والزروري الذي أتى فقط في كأس العالم من أجل إقناع القميص الوطني وبعد ذلك لم نشاهده مع المنتخب. أنا بالنسبة لي هي فرصة كذلك للرحيمي حتى أنه يثبت أحقيته بلبس للمنتخب الوطني، وأن كذلك يكون عند حسن ظن كل من دافع عن هذا اللاعب، أكيد بأنه متعلق مع العين الإماراتي. وصوله لنصف نهائي كأس الاتحاد ليساوي وقد كان فعال وكان حاسم في وصول فريق العين لهذا المستوى، أتمنى أن نفس الأداء الذي يقدمه في العين أن يكون مع المنتخب، وأتمنى كذلك من وليد القراقي أن يعطي الفرصة لرحيمي كما أعطاها للزلزولي مرارا وتكرارا حتى يبين لنا بأن المنادات كانت عن قناعة وعن إيمان بأن هذا اللاعب يستحق أن يكون في المنتخب. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، خلوا لي بالرأي ديالكم. ناس مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.